السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا رجالة؟ أهلا وسهلا بكم في قناة دكتور إيرنينجز. Broccoli, celery, gotta be VeggieTales. Lima beans, collard greens, peachy keen, VeggieTales. النهاردة جايب لكم موقعين، أول موقع فيهم لربح البيتكوين، تاني موقع فيهم موقع بيديك هدايا بس انت بتشتغلش ولا بتعمل في اي حاجة، انت بس بتاخد هدايا من عملة اسمها الهوريزون اللي هي الاختصار بتاعها ZEN. نشرح اول موقع معانا اللي هو عشان البيتكوين. اول حاجة هدوس لوج اوت عشان ابقى معاكم. اول حاجة انت ما عندكش حساب فهتدوس ساين اب، تسجل بالايميل وتحط الايميل تاني، باسورد، بعدين ام نوت روبوت، انا لست برنامج روبوت، وهتخش تسجل في حساب عادي جدا. عشان معايا حساب اسجل، اول حاجة معانا الداشبورد. هنا في الداشبورد في الويزدرو اللي هو عشان السحب، في ريفيل، في الممبرشيب، في الهيستوري الحاجات اللي انت عملتها، في اللينك الريفيل بتاعك. اول حاجة نستنى في الداشبورد، هنا بيورينا عدد الاعلانات اللي احنا دوسنا عليها. هنا الفلوس اللي معانا او البيتكوين اللي معانا، هنا الحاجة اللي اتحولت على حسابنا، دي نفس الكلام الحاجة اللي اتحولت على حسابنا، دي الممبرشيب بتاعتك اللي، وده رابط الريفيل بتاعك. بس هنا لو عايز تضيف فلوس وتعمل اعلان في الموقع، او هنا لو عايز تسحب فلوسك. اول حاجة هندوس على سيرف ادز عشان نجمع بيتكوين. هنا مديك اعلانات كتيرة جدا تقدر تدوس عليها، كل اعلان فيها 10 ثواني بيديك المبلغ اللي قدامك ده. انت بتدوس على اللينك، بدأ يحمل معانا. أو بيعد يخلص ال10 ثواني ويديك المبلغ بتاعك. دوس أم نوت روبوت، أنا لست برنامج روبوت، ودوس سبميت. او استلمنا المبلغ معانا. هتخرج من التاب، خش على اللي بعده. يحمل الصفحة الأول، بعدين بيعد ال10 ثواني. والموضوع سهل جدا يعني، مش مستاهل بس محتاج منك شوية وقت مش أكتر. هنا بيجيب لك مسألة حسابية بس عشان يتأكد إنك مش روبوت بشر، ودانا المبلغ بتاعنا. عملنا ريفرش، مبلغ اتضاف هنا. هنروح على الداشبورد التاني، ممكن نروح على ويزدرو، هنحط محفظة البيتكوين وهندوس أنا لست برنامج روبوت، وهنسحب عادي. أقل مبلغ للسحب هو المبلغ ده، مينفعش احنا لسه ما وصلناش فمش هنعرف نسحب. نروح للداشبورد تاني. أدي أول موقع معانا يا رجالة. تاني موقع معانا هو الهدية اللي قلت لكم عليها. الموقع ده انت بتحط فيه المحفظة بتاعتك بتاعت الهوريزون اللي هي العملة اللي قلت لكم عليها اللي هي اختصارها ده، وبتعمل سلايد كده وتدوس كلاين. هو على طول بيديلك ال بتاعك، بس انا عشان لسه واخد النهاردة
فمش هيعرف يديني، عشان كل 24 ساعة بيديك مرة واحدة بس، فأنا لسه واخد النهاردة مش عارف اخد تاني. وفي كمان يا رجالة معانا هنا الموقع بيديك كل يوم، كل ما تزود أيامك في الموقع بيديك هدية على كل يوم. أول يوم بيقولك مفيش، ما بيديكش حاجة، نو بونص. تاني يوم بيديك 1.2 زيادة. تالت يوم بيديك 1.4، رابع يوم بيديك 1.6، خامس يوم بيديك 1.8، بعدين سادس يوم بيديك 1.2، ولو استمريت في الموقع هيديك بعد كده واحد العملة، هيديك واحد كامل من العملة اللي هي 1 هوريزون كامل، اللي هو ما يعادل الـ4 دولار. وهنا في الريفير لو جبت كل ريفير هتجيبه هيديك 1 هوريزون. بس احنا ممكن نروح على الهيستوري اهو، انا واخد النهاردة تاريخ النهاردة لسه دلوقتي، مفيش 10 دقايق ولا حاجة. واخد 3 تحويلات قبل كده، نروح نتأكد من المحفظة دي ناس اهو. ادي اول 2 اللي هما وصلوا من بدري، وده بتاع النهاردة اللي هو لسه هو وصل من الموقع، لكن المحفظة لسه بتحمل، يعني لسه ما وصلش على الحساب عندي، بس هيوصل طبعا ان شاء الله. ده تاني موقع. اول حاجة كنت عايز اقول لكم المحفظة دي بيناس دي كويسة جدا، من احسن المحفظات يعني اتعاملت معاها. الحلو فيها انها معاها كل العملات، والدعم بتاعها كويس جدا، انصحكم بالتسجيل فيها. طبعا رابط كل المواقع اللي انا وريتها لكم دي تحت الفيديو لو عايزين تروح تسجل. وشكرا يا شباب، انتهى درسنا النهاردة، اشوفكم في درس تاني ان شاء الله. اتمنى ان تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل درس جديد ان شاء الله. برعاية الله.